لف جميع مكونات ديال النادي، فالفريق ان شاء الله غادي يرجع ان شاء الله، غندوزو هاد المحنه هادي. صعيب داكشي اللي عشنا ديك الليله، صعيب بزاف. اكثر المتشائمين لم يتصور اننا سنصل لهذه الوضعيه. خاص هاد الناس ولا هاد الفريق يحس انه ماشي فريق يتيم، وحنا راه ما عمرنا غادي نسمحوا في الكاك في جميع الظروف. اولا كنبغي نطمئن جميع الاصدقاء ديالي والعائله ديالي وكاع الناس اللي كيعرفوني بانني ان حالتي هي حالتي مستقره الحمد لله. اليوم امس كنت خرجت من مستشفى ديال الزرقطوني بالدار البيضاء، وانا الان كنت واجد في المنزل ديالي رفقه العائله ديالي الصغيره. بالنسبة للحادث، في يوم الجمعة كنا غادي للمدينة ديال سيدي بن نور باش ندخلوا المعسكر قبل المباراة، معسكر قبل المباراة. حنا فاش قربنا للمدينة ديال سيدي بن نور بحوالي 7 دقائق، صراحة واحد جي بغيت نوصف لكم داك الشعور اللي حسينا بيه، راه شعور صعيب بزاف انك تكون غادي ما بيك ما عليك، حتى كتلقى راسك مقلوب، شي كيغوت يدو طايره، شي كل واحد مأثر فيما كدور، كتلقى صعيب داكشي اللي عشنا ديك الليله، صعيب بزاف صراحه الله. من بعد الحادثه واش كانت شي عنايه طبيه، وكيفاش تنقلت للمدينه في الدار البيضاء؟ بالنسبة للظروف ديالنا التنقل، اولا كنشكروا بعد السلطات تما ديال المدينة ديال سيدي بن نور، اللي صراحة من بعد الحادثة ما كانش واحد الوقت كتير ما بين الوصول ديالهم، ما بين الحادثة والوصول ديالهم للموقع ديال الحادثة. بسرعة كانوا نقلونا لمدينة سيدي بن نور لواحد المستشفى تما باش يديروا لنا دوك الاسعافات الاوليه، من ثم نقلونا للمدينه ديال الجديده. كنت تنقلت انا ومساعد المدرب، مشيت معاه في الامبولانس باش نطمئن على الحاله ديالو. مشينا للمدينه الجديده، ومن بعد المدينه الجديده نقلونا بسرعه لأحد المستشفيات في مدينة ديال الدار البيضاء. بالنسبة للحالة ديال اللاعبين، فهم لا بلو بار، يعني نقدر نقول لك 90% حتى 95% من اللاعبين كلهم عندهم مقصحين صراحة. هو كاين كسور كثيرة، كاينين كسور، كاين اللي مقصح في يدو، كاين اللي في رجلو، كاين اللي في لي كود ديالو، كل واحد وفين جاتو. هاد المنبر كنبغي نشكر المكتب المسير برئاسة السيد خليل الوشواش ومنخرطين حتى هما، اللي صراحة الله اللي بقاو معانا من الوقيته ديال الوقوع ديال الحادثة الى ما بعد الحادثة، وبقاو متبعين الحالات ديالنا. كنشكرهم بزاف، وان شاء الله الفرقه ترجع كيف ما كانت احسن، وانا عندي ثقه ان شاء الله في المكتب، لا في اللاعبين، لا في جميع مكونات ديال النادي، فالفريق ان شاء الله غادي يرجع ان شاء الله، غندوزو هذه المحنه هذه وغادي يرجع الفريق ان شاء الله لسكه الانتصارات، والفريق ان شاء الله غادي يرجع لمكانته، والحمد لله على كل حال. الحمد لله الحمد لله. صراحة في البداية قبل ما نطرقوا شنو كيحتاج النادي الرياضي القنيطري، لابد من التعبير بكل عبارات الحزن والأسى والتأثر الحالة الإنسانية اللي أصبح فريقنا كيعيشها رغم المشاكل السابقة. أكثر المتشائمين لم يتصور أننا سنصل لهذه الوضعية. للأسف هناك لاعبين لا نعلم لحد الآن وضعيتهم الصحية الحقيقية، بحيث وضعية زعما صعبة، وضعية أقل ما يمكن أن يكون أن يقال عنها أنها لا ترضي أحد.
جميع اللاعبين أو بنسبة كبيرة من اللاعبين بعد تواصلنا معهم، وكذلك تتبع ما تم نشره بالصفحة الرسمية للفريق. هناك إصابات متفاوتة الخطورة، هناك كسور، وأكبر من ذلك الحالة النفسية للاعبين وللطاقم. ونحن نعيش الآن نموذج مصغر فور زيارتنا لسي أمين بالحجام المسؤول الإعلامي للفريق. كنشوف الوضعية النفسية ديالو مازال متأثر بالحادثة، ومازال تعاود لنا الحادثة كأنها يلاه يلاه وقعت البارح بتفاصيلها. بصراحة زعما صعيب صعيب أننا نشوف فريق النادي القنيطري كيف ما شفناه في بداية هذا الموسم، وبالمجهودات اللي قام بها المكتب المسير والشباب المنخرطين. يعني كانت واحد المجهودات، كان الظهر المنتوج ديال هذه المجهودات في النتائج المحققة، رغم المشاكل المادية ورغم غياب الدعم للمسؤولين، رغم التضييق اللي تعيش الفريق من خلال الإغلاق ديال الملعب ديالو، من خلال المنع ديال الجماهير ديالهم التنقل وراءه، من خلال زعما بزاف ديال الأمور تعيشها هذا الفريق. هذه الحادثة بحال تنقولوا تلك النقطة التي أفاضت الكأس، ولكن أظن أن المسؤولين لحد الآن لم يلتقطوا الإشارة بعد. فنعلم جميعا أنه المنتخب أو المنتخبين بصفة عامة هم ممثلين للسكان، ممثلين سكان مدينة القنيطرة، وهاد الناس اللي وقعت لهم الحادثة راه من سكان مدينة القنيطرة، والفريق هو الفريق الأول لمدينة القنيطرة. هنا نطرحوا علامة استفهام، فين هما الممثلين ديال المدينة؟ وحنا كتوصلنا أصداء أنه اللاعبين ديالنا والطاقم وقفوا معاهم ناس غرباء على مدينة القنيطرة اللي كنشكروهم من هذا المنبر، برلمانيين من خارج مدينة القنيطرة وقفوا مع الفريق، تنشكروهم من هذا المنبر. المسؤولين ديال مدينة القنيطرة في سبات عميق. هنا كنطرحوا واحد العدد ديال علامات الاستفهام، اذا كانوا هناك خطة مدروسة من اجل اقبار هذا الفريق، ولا كيف تيقولوا يمحيوا هذا الفريق من الوجود، يقولوها لنا باش نعرفوا راسنا شنو غادي ندير. اما ان تصبح المعاملة بهذه الطريقة صراحة راه هذا الشيء مرفوض. وهنا غادي نرجع للسؤال ديالك سي مهدي، اللي هو هاد السؤال اللي طرحتي زعما راه طفل صغير غادي تسولو في الزنقه غادي يجاوبك عليه، راه باين شنو خاص النادي الرياضي القنيطري. ودابا تزادت هاد الكارثه اللي وقعت، يعني خاص واحد الدعم معنوي، واحد الدعم نفسي، خاص هاد الناس ولا هاد الفريق يحس انه ماشي فريق يتيم، عنده ناس معاه، عنده هنا ما ضروري من نشكرو الجمهور ديال القنيطره، نشكرو حلاله بويز اللي تنقلوا في ذاك الوقت ومشاو ووقفوا قد وقفوا مع اللاعبين. لابد نشكرو من بعد الفعاليات الرياضيه داخل مدينه القنيطره اللي حتى هي تنقلات ودارت زياره للاعبين في المستشفى. يعني كاين بعض الناس اللي مازال فيهم الحس ديال الحب لهذا الفريق، ولكن المعني الاول اللي هما المسؤولين ديال المدينه كنظن انه هو اخر اهتماماتهم هو فريق النادي الرياضي القنيطري. وزعما هذا الشيء لن ينسينا ما يعيشه الفريق من تنكيل ومن تهميش، ما تعرفه مدينه القنيطره بصفه عامه من تهميش وغياب الفضاءات وغياب المرافق وبزاف ديال الامور. هذا الشيء اللي تيخلي انه تشوف انه هذه المدينه راها زعما مظلومه، هذه المدينه راها تعاني في شتى المجالات. كنتمناو من المسؤولين ديال القنيطره انهم يلتفوا، يكون واحد الالتفاف حقيقي حول فريق النادي القنيطري، باش ناملوا انه على الاقل كنا تنطالبوا بالصعود، وكنا تنطالبوا رجع للمكانه ديالو. دابا ولينا تنطالبوا غير داك اللاعبين اللي مصابين انهم يرجعوا للصحيحه ديالهم وترجع الحاله النفسيه ديالهم، ويبقى فريق النادي الرياضي القنيطري في قلوبنا بحال اللي كاين ديما الفريق الاول للمدينه. وحنا راه ما عمرنا غادي نسمحوا في الكاك في جميع الظروف، حتى لو كيف تيقولوا
ولات كتلعب في دار الشباب وفي التيرانات ديال الحمريره، غادي تلقانا من اول الناس اللي واقفين مع الفريق ديالنا وكنساندوه، وشكرا.